والمزيد من المتابعة مشاهدي ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور خالد فهمي المتخصص في الشؤون الإفريقية. أرحب بك دكتور معنا. أهلا بحضرتك فندم. يعني هذا اللقاء العاشر بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وبوتين، برأيك أهمية هذا المنتدى وما الذي ستخرج به من مكاسب مصر من خلال هذه القمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا من خلال متابعة كلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني المتتبع ليها حيجد أن العناصر الكلمة اللي ألقاها فخامة الرئيس بتشمل أوجه التعاون كافة في المجالات المختلفة، كان في المجال الثقافي والمجال الاجتماعي ومجال التعاون الاقتصادي بين الدول الأفريقية وروسيا وفي هذا المجال يعني بأكد على البناء على المشترك بين الدول الأفريقية وروسيا الاتحادية في مجال التعاون البناء في المجال الاقتصادي ودفع الاستثمارات، بالإضافة يعني يمكن أهم نقطة يمكن أشار إليها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي موضوع محاربة الإرهاب والمشترك بيننا وبين روسيا في هذا المجال، إن الدولتين أو القارة مع روسيا بيشتركوا في التأكيد على مكافحة هذا المرض اللعين، الآفة التي أصابت العالم مؤخراً، واللي بنأمل إن شاء الله إن العالم كله يتكاتف في القضاء على هذه الآفة للبناء مستقبلا على التعاون والاستقرار للدول على في شتى المجالات. دكتور، يعني بشكل عام كيف ترى العلاقات المصرية الروسية منذ قدوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن وجهة نظرك أيضا يعني هل عبرت هذه العلاقة المتوازنة لمصر مع القوى الكبرى، أتحدث عن روسيا أو عن الولايات المتحدة، عن ملامح السياسة الخارجية المصرية في هذه السنوات الأخيرة؟ طبعا بعد تولي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم كانت السياسة الخارجية المصرية التنوع في العلاقات مع كافة الدول على في كافة المناحي، ويمكن خاصة التعاون مع روسيا في عدة مجالات وخصوصا في المجال العسكري ومجال الطاقة، يمكن مشروع الضبعة وبعض الصفقات الأسلحة اللي تم إبرامها مؤخرا والحصول على العديد من الصفقات ديت خير دليل على هذا التعاون، وخصوصا ان التوجه الروسي للقارة الأفريقية مؤخرا وإعادة العلاقات مرة أخرى بعد فترة يعني كانت تتسم بالهدوء نوعا ما في ظل توجه الولايات المتحدة لآسيا وترك المكان في أفريقيا للاعب أدوار أخرى لفاعلين جدد. يمكن برضه شفنا خلال الثلاث شهور الماضية نشاط كبير للسياسة الخارجية المصرية والاتحاد الأفريقي اللي بترأسه مصر برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. يمكن شفنا الدعوة لمجموعة السبع ومجموعة العشرين في منتدى الصيني الأفريقي في العلاقات مع القوى الفاعله والقوى الدوليه. يمكن كانت العام 2019 ديت انا بعتبره عام السياسه الخارجيه المصريه وما حققته من نجاحات على المستوى الدولي. ده بيأكد على الحركه النشطه اللي بيقوم بيها فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي في اعاده العلاقات مره اخرى ووضع مصر والقاره الافريقيه بصفه رئيس الاتحاد الافريقي على الخريطة الدولية. القارة الأفريقية بيعاد اكتشافها مرة أخرى للعالم بما تمتلكه من ثروات وموارد طبيعية، ويمكن فخامة الرئيس في الكلمة الافتتاحية أكد على أهم مورد في القارة الأفريقية وهو الثروة البشرية. 60% أو 65% من 1.3 مليار نسمة شباب، وده قوة العمل، هو دوت اللي احنا عايزينه، ان الشباب بتوعنا يبتدوا يتعاملوا مع ما تمتلكه القارة من ثروات، نقدر ان احنا نعمل ناتج محلي جديد، نقدر نحقق التنمية المنشودة، نقدر نعمل تعاون ونحصل على التكنولوجيا اللي موجودة مع روسيا، ومن هنا نقدر ننطلق الى افاق ارحب باذن الله.
دكتور، يعني أخيرا خلال هذه المبادرة أكد الرئيس السيسي أن مبادرة إسكات البنادق ستكون على رأس أجندة أولويات القادة الأفارقة العام المقبل. من وجهة نظرك، ما الدور الذي من الممكن أن تلعبه روسيا لتفعيل هذه المبادرة وهي مبادرة إسكات البنادق؟ والله هو روسيا ليها دور كبير، يمكن كان في السابق كان موضوع الامداد بالسلاح او صفقات السلاح مع العديد من الدول الافريقيه كان بتشكل يعني نقطه فارقه في عمليه الصراعات اللي موجوده. النهارده احنا بنطالب روسيا ان هي تمد ايد العون اكثر والمساهمه اكثر في مجال السلم والامن، وده هيجي بالدور اللي هتلعبه في عمليات تدريب العناصر الامنيه، عمليات التجارب اللي قامت بيها روسيا في مكافحة الإرهاب. ما تمتلكه مصر من خبرة في هذا المجال وتدريب بعض العناصر من دول الساحل والصحراء. التعاون ده بجميع أشكاله بيصب في مصلحة الدول الأفريقية وفي عملية إسكات البنادق، عملية حل المشكلات بالطرق السلمية دون اللجاء إلى الصراعات المسلحة. هو دوت أحد السبل اللي احنا ننهي على الصراعات اللي موجودة، وبالتالي نساهم في إسكات البنادق وتحقيق الهدف المنشود في 2020 بإذن الله. نعم، بما يعود بالنفع على كل دول إفريقيا. أشكرك شكرا جزيلا دكتور خالد فهمي المتخصص في الشؤون الإفريقية، شكرا جزيلا لك.